السابعة بتوقيت العاصمة مشاهدينا حياكم الله، والبداية بالعناوين. تقدم لقوات الثوار بالجنوب الليبي واشتباكات بينهم وبين ميليشيات بن نايل، والأخيرة تنسحب من بعض تمركزاتها. مفتي الديار الليبية يدعو لنصرة وإنقاذ المحاصرين في مدينة بنغازي. عقيلة صالح يؤكد أن المجلس الرئاسي لا قيمة له ولن تعطى له الثقة حتى يوافق على شروط البرلمان. أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات، أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آت. أتظن أنك بعدما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات، أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آتي. أنا مثل عيسى عائد وبقوة من كل عاصفة ألم شتاتي، سأعود أقدم عاشق متمرد، سأعود أعظم أعظم الثورات. تكبير الله تكبير الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نفى العقيد سالم البراوي ما تداول عبر عدد من وسائل الإعلام عن خروج طيران عسكري من حقل الفيل النفطي وقصف القوة الثالثة المكلفة بحماية الجنوب. البراوي قال للتناصح أن هذه الأخبار لا صحة لها ومجرد إشاعات، وأضاف أنه لم يخرج أي طيران عسكري أو مدني من حقل الفيل. يشار إلى أن العقيد سالم البراوي قد صرح في وقت سابق أن الطيران التابع لميليشيات الكرامة قد أقلع من حقل الفيل واستهدف بعض تمركزات القوة الثالثة المكلفة بحماية الجنوب. أعلنت القوة الثالثة بالجنوب الليبي سيطرتها الاثنين على منطقة سمن وغنم 7 سيارات مسلحة ودبابة من ميليشيات المدعو بن نايل التابع لما يعرف بعملية الكرامة. مصدر من القوة الثالثة قال للتناصح أن السيطرة على سمن كانت بمساعدة الكتيبة 201 وبمساندة سرية من سرايا الدفاع عن مدينة بنغازي. وأضاف المصدر أن ميليشيات الكرامة انسحبت نحو جبال الرويصات بعد أن أحكمت القوة الثالثة سيطرتها على منطقة سمنو وأعادت فتح الطريق من الجفرة إلى مدينة سبها. هذا وقال مصدر من قوات الثوار في الجنوب أن الثوار استهدفوا قاعدة براك الشاطئ الجوية وأنهم يتوقعون خروجها عن الخدمة. المصدر في تصريح للتناصح قال أن اشتباكات جرت ليلة البارحة بين الثوار وميليشيات بن نايل في مفرق أولاد يوسف وهو المدخل الغربي لبراك الشاطئ، تم على إثرها دحر ميليشيات بن نايل التي انسحبت لداخل مدينة براك. وأكد المصدر وجود ميليشيات تنتمي لمن يعرفون بالمداخلة داخل قاعدة براك الشاطئ تقاتل بجانب ميليشيات المدعو بن نايل. من جانبها أكدت وكالة بشرى الجناح الإعلامي لسرايا الدفاع عن بنغازي أن سرية من سراياها تشارك في تأمين قاعدة تمنهنت الجوية. وكانت وكالة بشرى قد أكدت أن سرايا الدفاع عن بنغازي شاركت في تحرير منطقة سمنو من ميليشيات الكرامة، حيث تم فتح طريق الرابط بين الجفرة ومدينة سبها.
أكد عضو المجلس البلدي سابا إبراهيم محرز توقف وصول الشحنات النقدية إلى المنطقة الجنوبية على خلفية إغلاق مطار تمنهنت المدني بسبب التوتر الأمني الذي تشهده المنطقة خلال الأيام الأخيرة. محرز أضاف في تصريح صحفي الأحد أن الأحداث الأمنية في تمنهنت ستؤثر على الأوضاع المعيشية للمواطنين في كل الجنوب الليبي دون استثناء، محذرا من استمرار تأزم الوضع، معتبرا بأنه سيؤدي إلى تفاقم الأزمات المعيشية وانقطاع الخدمات عن المواطنين حسب قوله. مصدر من مجلس شورى ثوار المدينة إن محاور القتال بوسط البلاد بالمدينة تشهد هدوءا حذرا، وأضاف المصدر ذاته أن توقف الاشتباكات كان بسبب بعض الأحوال الجوية وانخفاض مدى الرؤية. هذا وذكر المصدر أن طيران الرصد والتجسس يحلق بشكل مكثف على مناطق سيطرة شورى الثوار في منطقة وسط البلاد. بالعودة لما يحدث في المنطقة الجنوبية، انضم إلينا عبر الهاتف مشاهدينا السيد عبد المعز الحسناوي المتحدث باسم القوة المقاتلة لثوار المنطقة الجنوبية. بداية سيد الحسناوي، لو تحدثنا عن آخر تطورات الوضع الميداني في المنطقة. بسم الله سيد الحسناوي الرحمن الرحيم. نعم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشكر قناتكم قناة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قناة توضيح الحقيقة، كما أشكر جميع موظفيها ومشاهديكم. الشكر موصول لك أنت أيضا سيد الحسناوي. نعم أكمل، قلت لك الشكر موصول لك أنت أيضا. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، مساء يعني عند الساعة الواحدة والنصف تقريبا، ما يقارب من الواحدة إلى الواحدة والنصف ليلا، تمركزت مجموعات لبن نايل بدعم من العدل والمساواة بالمفرق تامزا وبراك، وقامت القوى المقاتلة لثوار الجنوب بالهجوم عليها، وصار حدث إطلاق نار واشتباكات، ثم تقهقرت وتراجعت إلى داخل براك. كما قامت القوى المقاتلة لثوار الجنوب الساعة 8:15 تقريبا صباح اليوم بضرب مدرج قاعدة براك، هذا من حيث منطقة الشاطئ ومنطقة براك. بالنسبة لمنطقة سبها، من منطقة سبها إلى تمنهنت إلى بوابة قرية الماس امتدادا إلى تسمعني؟ نعم نحن في الاستماع، أكمل سيد الحسناوي. امتدادا إلى بوابة براك الجفرة سبق بكاملها تحت سيطرة القوى الثالثة والكتيبة 201 بقيادة حمدي صدارة ودرع لواء الجنوب بقيادة أحمد الحسناوي. المنطقة هذه مسيطر عليها بالكامل من قبل هذه القوى الثلاثة. طيب سيد الحسناوي، ماذا عن اشتباكات الأمس بينك وبين ميليشيات بن نايل؟ تقهقرت إلى داخل مشاريع براك ومنطقة براك وقاعدة براك وما حول منطقة براك. الآن قوات بن نايل تتواجد في قاعدة براك ومنطقة براك والمشاريع وما حول منطقة براك، ولا يوجد لها امتداد باتجاه الجنوب. طيب حدثني عن الإصابات في صفوف القوة الثالثة أو في صفوف ميليشيات بن نايل. بالنسبة لميليشيات بن نايل يخفوا جرحاهم وقتلهم، إلا قبل يوم أو اثنين موجودين اثنين من العدل والمساواة بقرب
ثمان هنته موتى اليوم. هذا تم التعرف عليهم حسب محادثة من وليد سالم أن في اثنين من العدل والمساواة تم التعرف عليه. طيب ماذا عن صفوف القوة الثالثة والكتيبة 201 وكذلك درع الجنوبية؟ على أحسن ما يرام هؤلاء الثلاث القوة الثلاثة سيطر من مداخل تبهة إلى قوير المال إلى تمن هند سمنو الضيغن اللبانيس بالكامل إلى المفرق براك الجفرة تبهة. طيب ماذا السيطرة الكاملة؟ نعم، ماذا عن الدعم من المنطقة الغربية ومن ثوار المنطقة الغربية؟ بالنسبة للقوة المقاتلة لثوار الجنوب إلى هذه اللحظة لم تستلم أي دعم، لا دعم مادي ولا مد أسلحة ولا ذخائر ولا التحاق قوة. وماذا عن التحاق القوة الثالثة؟ التحقت بهم قوة من البنيان المرصوص. وماذا عن سرية من سرايا الدفاع عن بنغازي بمن التحقت في المنطقة الجنوبية؟ لم تصل حتى الآن. نعم، السيد عبد المعز الحسناوي الناطق باسم القوة المقاتلة لثوار الجنوب، تمعنا، شكرا جزيلا لك. أكدت لجنة دعم ثوار بنغازي وأهاليهم التابعة لكتيبة رف الله صحاتي على استمرار تصديها لانقلاب مجرم الحرب حفتر سياسيا واجتماعيا وعسكريا. اللجنة في بيان لها الثلاثاء دعت ثوار ليبيا وأبناء بنغازي خاصة إلى النفير العام والالتحاق بثوار المدينة ممن يقاتلون في محور وسط البلاد، مؤكدة استمرار دعمها لثوار بنغازي وأهاليهم. وأعربت اللجنة عن شكرها للثلة الصابرة من الثوار الذين كسروا حصار قنفودة وفكوا معاناة العائلات العالقة بعد خذلان القريب والبعيد عنهم حسب وصف البيان. دعا فضيلة المفتي الشيخ الدكتور الصادق الغرياني الذين هم على رأس السلطة أن يتقوا الله في المحاصرين في بنغازي وأمثالهم في شرق البلاد وغربها وجنوبها ممن يقاسون من تألب الظالمين من بني جلدتهم عليهم. فضيلة المفتي في مقال له الاثنين حذر المفسدين من التربص بالمستضعفين بقتلهم وتهديدهم بالسجن والخطف وبالسخرية منهم وتسليط جند إبليس عليهم ونعتهم بالخوارج والمتشددين والتكفيريين وحتى بالجهل والتخلف. وأكد فضيلته بأن من اختاروا أن تعيش بلادهم مدنسة محكومة بمن سلطه الأجنبي عليها فقد ملكوا عدوهم أمرهم بسبب فرقتهم واستسلامهم له، ولو ثبتت قلوبهم وتنورت بالحق وكانوا صفا واحدا مع إخوانهم لكان لهم وللبلد شأن آخر. قال رئيس النواب المنحل عقيلة صالح أن اتفاق صخيرات لا قيمة له ما لم تعطي الثقة للرئاسي المقترح من قبل النواب المنحل على حد قوله. جاء ذلك عقب اجتماع صالح مع رئيس اللجنة رفيعة المستوى التي يترأسها دانيسا سونغيسو والمكلفة من قبل الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة الليبية. وبين صالح أن مجلسه قرر في الجلسة السابقة العودة للحوار مشترطا تقليص الرئاسي المقترح إلى 3 أعضاء يتكون من رئيس ونائبين ومن ثم تعرض على مجلسه لأخذ الثقة. إلى ذلك أصدر ما يسمى الحاكم العسكري عبد الرازق الناظوري قرارا بتكليف عبد الرحمن العبار عميدا لبلدية بنغازي وتعطى له كافة الصلاحيات المقررة قانونا للمجلس البلدي، كما يكلف هيثم مفتاح عبيد وكيلا لديوان بلدية بنغازي، وتكون تبعية جميع القطاعات الخدمية والإنتاجية بالبلدية للعميد المكلف. يشار إلى أن أحمد العرابي قدم استقالته ظهر الأحد من منصبه كعميد للبلدية قائلا بأن استقال بسبب ما وصفها بالمراوغات والشائعات التي استهدفت عمل البلدية في أوج انهماكها بحلحلة مشاكل المواطنين وطالت شخصه عبر تداول أخبار وقرارات شبه يومية عن عزله وتكليف خنف له وفق تعبيره.
وكذلك كلف الحاكم العسكري عبد الرازق الناظوري مقدم الشرطة وهب أنور الرخ عميدا لبلدية المرج، وأعطى له كافة الصلاحيات المقررة قانونا للمجلس البلدي بموجب قرار أصدره الأحد، وشدد على العمل بالقرار من تاريخ صدوره. القرار نص كذلك على تكليف عبد الوهاب المبروك أبو بكر العيش وكيلا لديوان بلدية المرج على أن تؤول تبعية كل القطاعات الخدمية والإنتاجية في البلدية إلى عميد البلدية المكلف. في شأن آخر، أكد بروفيسور أكاديمية سانسير الفرنسية العليا للتعليم العسكري برنارد لوغان، أكد أن حفتر وميليشياته غير قادرة على السيطرة على كامل البلاد، ويحتاج إلى مساعدة خارجية ليتمكن من الانتصار على خصومه في غرب البلاد. لوغان في حوار أجراه مع صحيفة إزفستيا الروسية أضاف بأن حفتر مضطر أحيانا إلى طلب المساعدة من القوات الأجنبية الخاصة، مشيرا إلى أن حفتر الآن ليست لديه هذه الإمكانيات، والسلاح الذي بحوزته قواته لا يسمح له بخوض عمليات عسكرية كبيرة، مرجحا وقوف الابن الأكبر لقذافي سيف الإسلام إلى جانب حفتر ومن معه من القبائل. ناقش ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان اليوم في قصر البحر مجرم الحرب حفتر الذي يزور الإمارات هذه الأيام حول الأوضاع العسكرية في ليبيا. بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، فقد بحث بن زايد مع حفتر مجالات التعاون الثنائي ومجمل القضايا الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالجهود والتنسيق المشترك في محاربة التطرف والعنف على حد تعبير الوكالة. وأعرب ولي عهد أبو ظبي عن تقديره للدور الذي يلعبه حفتر في محاربة ما أسماه الإرهاب وتنظيماته في ليبيا، ذلك بحسب ذات الوكالة. كشفت صحيفة غارديان البريطانية في تقرير لها الاثنين أن سيباستيان غوركا مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح تقسيم ليبيا قبل أسابيع من تنصيب ترامب، مضيفة أنه رسم أمام دبلوماسي أوروبي خريطة لتقسيم ليبيا إلى ثلاث دول على أساس أقاليمها الثلاث القديمة طرابلس وبرغا وفزان. التقرير أضاف أن غوركا يسعى الآن للحصول على منصب مبعوث ترامب الخاص إلى ليبيا، بينما لا يزال البيت الأبيض لم يلقي بالا لما يجري في ليبيا ولم يقرر إذا ما كان سيعين مبعوثا للرئيس من عدمه. وأشار التقرير بأن غوركا ثار قلق الدبلوماسيين الأجانب بوجهات نظره بشأن مستقبل ليبيا، لأن الخريطة التي عرضها وتم بموجبها التقسيم بدت وكأنها استندت على أساس الأقاليم العثمانية الثلاث وفق ما ورد في التقرير. وصف عضو لجنة الحوار السياسي فضيل لامين اقتراح مستشار البيت الأبيض سيباستيان غوركو بتقسيم ليبيا بغبي ومستفز الذي نشرته صحيفة الغارديان في عددها الصادر الاثنين. الأمين توقع من الإدارة الأمريكية إعلان أن أفكار واستفسارات غوركو المستفزة وغير المسؤولة لا تتحدث أو تمثل السياسة الأمريكية تجاه ليبيا. وأضاف الأمين أن هذا المقترح يدل على جهل بليبيا وطبيعة وقوة وحدة شعبها وتاريخها، ويجب أن يتبرأ منه البيت الأبيض والسفارة الأمريكية في ليبيا. اذكر أن غوركو يسعى لنيل منصب المبعوث الرئاسي الخاص إلى ليبيا، لكن إلى الآن لا يزال البيت الأبيض مترددا حيال هذا المنصب برمته وفق الجريدة. أعلن وزير الخارجية الإيطالية أنجيلينو ألفانو توصل وزراء خارجية الدول الصناعية السبع لتوافق بشأن الملف الليبي برفضهم للحل العسكري فيها، مؤكدين أن الحل لا يجب أن يكون سياسيا. ألفانو في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع في إيطاليا ذكر أن المجموعة أقرت بضرورة بذل الجهود الإضافية بشأن الأزمة الليبية. هذا وقد تواصل الاجتماع لمدة يومين، ناقش خلالها المجتمعون تطورات الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب وأزمة اللاجئين، بالإضافة إلى العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية العالمية.
قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوجيه دعوة رسمية للرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا للقاء مشترك في العاصمة الروسية موسكو للتباحث في أهم القضايا التي تهم الطرفين. وكالة آكل إيطالية ذكرت بأن هذا اللقاء سيتم بحضور رئيس الحكومة الروسية ديمتري ميدفيديف، وستتركز المباحثات حول آخر المستجدات في الشأن الليبي، مشيرة إلى أن الطرفين سيتطرقان إلى ما توصل إليه اتفاق صخيرات وموقف البلدين منه، إضافة إلى أهمية جلوس مختلف الأطراف الليبية على طاولة حوار واحدة. قالت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تأمل في أن تطلع على خطط واشنطن في ليبيا، وذلك خلال المحادثات التي ستجري مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيرسون. ووكالة أنباء سبوتنيك الروسية نقلت عن قسم المعلومات والصحافة في وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء قولها أن نتيجة للتدخل العسكري لدول حلف شمال الأطلسي في ليبيا، فقد بدا البلد على أرض الواقع مقسما كما العراق. بحث الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الثلاثاء بقصر قرطاج مع وزير خارجيته خميس الجهناوي الاتصالات التي أجراها الأخير مع عدة أطراف ليبية في إطار مبادرة الرئيس التونسي لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، بحسب ما نقلته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية. وتناول اللقاء أيضا برنامج مشاركة الرئيس السبسي في قمة مجموعة السبع الكبرى بإيطاليا أواخر شهر مايو القادم، وكذلك اجتماع مجموعة العشرين بألمانيا خلال شهر يونيو القادم. يحل الثلاثاء وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس بتونس للقاء نظيره التونسي خميس الجهناوي للتطرق إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطورات الأوضاع في ليبيا وخاصة مبادرة الرئيس التونسي الباجي السبسي حول الأزمة الليبية. الرئيس التونسي أكد في وقت سابق لها الشهر الماضي أن التحاور مع جميع الأطراف الليبية دون استثناء ورفض التدخل الأجنبي في الملف يمثلان روح المبادرة التونسية التي تم توقيع بنودها في وثيقة إعلان تونس لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا التي وافقت عليها كل من الجزائر ومصر. هذا وتعتزم كل من جنوب إفريقيا والكونغو طرح مبادرة سياسية موسعة لإيجاد حل للأزمة في ليبيا. وكشفت مصادر دبلوماسية أن الدولتين الإفريقيتين تسعيان لعقد مؤتمر برعاية الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا يجمع الشخصيات الفاعلة في المشهد الليبي دون إقصاء لأي طرف. وأضافت المصادر أن اجتماعات تحضيرية ستعقد مع الشخصيات المستهدفة بالحوار قبل عقد المؤتمر للوصول لحد أدنى من التوافق، وبالتنسيق مع الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا كوناكري ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي. السابعة متواصلة مشاهدينا وفيها بعد فاصل. في بلدية غريان احتفال بمناسبة اليوم العالمي لأطفال التوحد. أن يتأخروا قليلا ويتأملوا في المشهد وأن يعطوا لأبنائهم فرصة، لا يكونوا عونا للشيطان على أبنائهم. لكن نحن لا نملك هذا، لا نملك أن نتحكم في أفعال الناس. نحن نلوم أنفسنا، في أن سمحنا لأمثال هؤلاء في أن يتحكموا. نحن نعلم أن هناك فئات قليلة جدا تحمل فكرة التكفير وهذا الفكر الغالي، بحث أصوات أهل الخير وبحث أصوات أهل العلم
في التحذير من الغلو والتحذير من التكفير. نعم. بفضل الله جل وعلا لا يزايد علينا أحد. أسير، هل يسمح لأسير حرب أن يتقلد أعلى منصب في الجيش الليبي؟ الآن رأينا أن أول ما أعلنت حرب الكرامة وما يسمى بحرب الكرامة أعلنها حفتر وليست له أي صفة شرعية في الجيش. نعم. الليبي أو في الدولة الليبية، ومع ذلك يسوقونه اليوم على أنه القائد الأعلى للجيش الليبي ويطلبون من الليبيين أن يأتمروا. الذين ينفرون من الجماعة الإسلامية المقاتلة ومن الإخوان ومن فلان ومن فلان ثم نراهم يقاتلون مع هذا الظالم في 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 بنغازي. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال نائب وزير الخارجية الإيطالي ماريو غوير أن ضمان الالتزام بحقوق الإنسان في ليبيا يحتاج أولا لتحقيق الاستقرار الأمني في البلاد. وكالة أنسا الإيطالية نقلت عن غويرو قوله أن السلطات الليبية غير قادرة حاليا على ضمان حقوق الإنسان، أنهم يحاولون إدخال المنظمات الإنسانية إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا، مشيرا إلى الحاجة لاتخاذ إجراءات تدابير تضمن عدم وصول المهاجرين إلى ليبيا وإبقائهم في بلدانهم، مؤكدا أن أزمة الهجرة مستمرة في الحركة والتقدم مما يضطرهم إلى اللجوء إلى الحلول السياسية في هذا الملف. قال عبد الله بليحق الناطق باسم مجلس النواب المنحل ان المجلس سينتخب محافظا لمصرف ليبيا المركزيه التابع له، وذلك في جلسه 25 من شهر ابريل الجاري عوضا عن المحافظ الحالي علي حبري. بليحق اوضح ان اعضاء المجلس 78 الذين حضروا الجلسه اتفقوا على تكليف عدد من اعضاء اللجنه الماليه بمجلس النواب المنحل باستقبال ملفات المرشحين لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي من كافة أنحاء ليبيا، شريطة أن يقدم المترشح برنامجا تنفيذيا لحل الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد حسب قوله. حذرت لجنة أزمة الوقود والغاز الأطراف الليبية الساعية مع الجانب التونسي لوضع آلية أو عقد اتفاق يضمن تدفق الوقود والسلع المهربة من جديد. طلبت اللجنة من تلك الأطراف وقف اتصالاتهم المشبوهة مع الجانب التونسي وعدم منح أي وعود بتدفق المحروقات والسلع المدعومة، محذرة من مغبة عقد أي اتفاق من شأنه عودة الأوضاع كما كانت عليه باستنزاف مقدرات الشعب الليبي. كانت لجنة أزمة الوقود قد أعلنت بدء عملية عاصفة المتوسط لمكافحة تهريب المحروقات بالسواحل الليبية عبر الحدود مع تونس بمشاركة القوات البحرية والجوية. دعت بلديات أبو سليم وحي الأندلس وعنزارة وبنغشير والقربولي المجلس الرئاسي المقترح ومصرف ليبيا المركزي إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لتوفير السلع الغذائية والدواء ومستلزمات الإنتاج. جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع للبلديات الخمس مع اتحاد التجار الوطني وغرفة التجارة والصناعة وبعض الخبراء الاقتصاديين المحليين، وتم التأكيد فيه على ضبط عمليات التهريب وتفعيل الإدارة المحلية، كما طالب الاجتماع بتوحيد المؤسسات السيادية وتجنيبها الصراعات والتجاذبات السياسية. ذكرت لجنة عودة العائلات النازحة لمدينة سرت أن فرق إزالة مخلفات الحرب قامت الاثنين بالتخلص من 3 أطنان ونصف طن من مخلفات الحرب من داخل الأحياء السكنية في المدينة. اللجنة عبر صفحتها
وعبر صفحة المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص أكدت أنها ستعلن قريبا عن موعد إرجاع الأهالي إلى قصور الضيافة للتخفيف عن السكان، مذكرة أن هذا الإجراء سيتم بعد الاتفاق بين عميد البلدية والشركة المالكة للقصور. وأضافت اللجنة أن سبب تأخر عودة العمل لمستشفى ابن سينا كان بسبب تأخر وصول فريق مختص بالتعقيم، وسيتم افتتاح الأقسام التي أعلن عنها سابقا بعد الانتهاء من أعمال التعقيم بالكامل. قال المكتب الإعلامي للشركة العامة لكهرباء الثلاثاء إن مخازن الشركة الواقعة في منطقة قصر بن غشير المنارة قد تعرضت الأحد للسرقة وجرى العبث بالمبنى الإداري بالكامل. وكشف البيان عن سرقة محولات كهربائية بقدرات مختلفة وكوابل نقل الطاقة ورافعات شوكية، كما سرقت بعض وسائل النقل ومحتويات المقر الإداري ومعدات أخرى. أضافت الشركة أنها سبق وأن تعرضت لمثل هذه الأعمال من السرقات التي وصفتها بالمشينة، كما أكدت على أن ما يجري قد يؤثر سلبا على أداء الشبكة العامة للكهرباء في الفترة المقبلة. هذا وأرجعت الشركة العامة لكهرباء الانقطاعات التي شهدتها المدن الليبية إلى استمرار قفل صمام الغاز المغذي لمحطة كهرباء الرويس الغازية وكذلك العوامل الجوية أمس الاثنين. شركة الكهرباء في بيان لها الثلاثاء أوضحت أن استمرار قفل خط صمام الغاز المغذي لمحطة كهرباء الرويس تسبب في توقف المحطة بالكامل وفقد 700 ميجاوات، مهيبة بالجهات المعنية بالتدخل العاجل لإنهاء مشكلة قفل الإمدادات التي أدت لاستمرار برنامج طرح الأحمال. وأضافت الشركة أن العوامل الجوية وما صاحبها من أمطار غزيرة أدت إلى حدوث مشاكل فدنية في محولات الوحدتين الغازيتين بمحطة كهرباء الخمس، مؤكدة الانتهاء من صيانة وتنظيف العوازل بالمحطة. جرى الأحد اجتماع لمكاتب الثقافة بالمنطقة ضم موظفي مكاتب الثقافة بالمنطقة الغربية بالإضافة إلى صحفيين يمثلون 10 بلديات مختلفة من المنطقة الغربية ويزوارة ورجدالين وجميل وزلطن والعجلات وصبراتة وصرمان والزاوية الغربية والزاوية الجنوب. يشار أن الاجتماع تركز على إنشاء صحيفة محلية ثقافية اجتماعية تهتم بالشؤون الثقافية والتراثية للمنطقة وعقد بمقر المركز الثقافي زوارة. ثقافية اجتماعية تهتم بالمنطقة بتراثها بموروثها الثقافي، تحدث نوع من الفاعلية والتفاعل في النشاط الثقافي. ووجه الدعوة يعني لمجموعة من الصحفيين زي ما قلت لك من كل هذه البلديات، اجتمعنا اليوم في زوارة في المركز الثقافي زوارة. الحقيقة كان هناك مجموعة من التصورات والأفكار المقترحة لهذه الصحيفة، أيضا مجموعة من المقترحات المتعلقة. عقد المجلس البلدي صبرات اجتماعا الثلاثاء بمحلة الطويلة لمناقشة مسؤولي القطاعات بالمنطقة حول العقبات والعوائق التي تحول دون حل المختنقات التي تواجهها المنطقة. المجلس أوضح بأن منطقة الطويلة جزء إداري مهم لبلدية صبراتة، مشيرا إلى أنه تواصل مع مكتب الزراعة والمواصلات والمرافق والكهرباء ووعد بحلحلة الإشكاليات التي تواجههم. كان مطلوب من المجلس البلدي هذا التواصل لأن منطقة الطويلة يعني كانت وستظل جزء إداري مهم من بلدية صبراتة. تم التواصل مع مكتب الزراعة ومكتب المواصلات والمرافق والكهرباء وغيرها من المكاتب، ووعد المجلس البلدي بحلحلة بعض الإشكاليات بالمنطقة التي شهدت بلدية غريان الاحتفال باليوم العالمي لأطفال التوحد تحت شعار من أجل بسمة على وجه طفل وفرحة في قلب أسرة، حيث قيم الاحتفال برعاية جمعية أمل الغد لأطفال التوحد، كما شهد بعض الأنشطة والألعاب المقامة للأطفال لرسم الابتسامة على وجوههم.
ضبط جهاز الحرس البلدي فرع ترهون أدوية بيطرية منتهية الصلاحية كانت في طريقها إلى طرابلس قادمة من منطقة سبها. الأدوية المصادرة شملت 125 صندوقا من دواء الجرب المخصص للماشية، حيث أحيلت رفقة المشتبه بهم إلى الجهات القانونية المختصة. خصوص ضبط كمية من المبيد الحشري ما يعرف بدواء الجرب، وتم ضبط الكمية هذه من البواب، وتم توجيه رجال حرس البلد لعين المكان، وتم إحضار هذه الكمية وهي عبارة عن 125 صندوق منتهي الصلاحية من سنة 2013. كانت هذه البضاعة متوجهة منطلقة من مدينة سبها إلى مدينة طرابلس، وتم ضبطها في بوابة بيار مجهي من قبل اللجنة المشتركة، مشكورين على هذا، وتم حالتها لفرع حرس بين ترهونة، تم التحقيق مع سائق السيارة، والآن في انتظار صاحب هذه البضاعة. أشارت مصادر صحفية ومواقع على صفحات التواصل الاجتماعي إلى ملامسة أسعار تداول العملة الأمريكية بالسوق الموازية في العاصمة طرابلس إلى سقف 10 دنانير للدولار الواحد، وذلك في عمليات الاستبدال مقابل صكوك مصرفية. المصادر أوردت أن أسعار التداول في إطار المبيعات النقدية استقرت الأربعاء عند 8.65 دنانير للدولار الواحد. يشار إلى أن أسعار المضاربة في النقد الأجنبي في السوق الموازية قد سجلت أرقاما قياسية تزامنا مع الاضطراب الذي يعتري السياستين المالية والنقدية للدولة الليبية، في ظل عجز مطبق عن الوصول إلى حلول للأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد. ومعنا عبر الهاتف مشاهدينا السيد أسامة الأزرق، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة طرابلس. سيد الأزرق، أهلا وسهلا بك على شاشة التناصح. بداية، ملامسة أسعار الدولار الأمريكي في السوق الموازية لحاجز 10 دنانير مقابل صكوك مصرفية ومقتربا من 9 في المبادلات النقدية، أين تكمن أسباب ذلك؟ سيد الأزرق، كنت تسمعني؟ سيد الأزرق، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع سيد الأزرق. تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي شريطا مصورا يظهر سيول الأمطار في منطقة عيون داغة بترهونة. ونعود مرة أخرى مشاهدينا للسيد أسامة الأزرق، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة طرابلس. سيد الأزرق، أهلا وسهلا بك على شاشة التناصح، وإن كنت في الاستماع، ما أسباب ملامسة أسعار الدولار الأمريكي لسقف 10 دنانير نقديا، وكذلك تخطي لحاجز 10 بالنسبة للمبادلة بالصكوك المصرفية؟ في البداية تحية طيبة لك مشاهدي الكرام. في الحقيقة هو التغيير سعر الصرف حدث فجأة، والعوامل ليست محددة بدقة، يعني ربما هناك كانت حركة الصكوك المسبقة،
بيع بالصكوك ومصدقة زي ما تفضلت حضرتك اللي وصلت 10 دينار هذه زادت في السعر باعتبار أن هناك أزمة سيولة. فعل المواني أيضا حتى هو أحد الأسباب المصممات الرياينة والشرارة لإقفالهم مرة أخرى أدى حتى واحد العوامل عدم وجود سياسة نقدية، عدم وجود رقابة على الصرف، عدم وجود متابعة لما يحدث في السوق الليبي. كل هذه العوامل المجتمع أدت إلى زيادة هذه الأسعار، يعني خلت التجار العملة يوميا يعني الواحد يوم كل يوم يزيد سعر الدولار دون حسيب ورقيب، والمواطن هو الذي يتحمل هذه المسؤولية، يتحمل هذا العبء يعني. طيب سيد الأزرق، كيف يمكن أن نعزو المشكلة في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي إلى نقاط معينة في ظل غياب نشرات دقيقة من المصرف المركزي حول عملياته المصرفية وكذلك حول حجم احتياطياته واستثماراته الخارجية؟ طبعا هذه أحد الأسباب، مصرفي مغيب بالكامل، مش معروف، لا يوضح حتى النشرات، لا يوجد نشرات على موقع المصرف، لا يوجد تصريحات من قبل مصرفي المركزي، لا يوجد توضيح للوضع الحالي للاحتياطيات. الآن النفط يباع، أين قال هذه النفط لا يترجع الآن للخزانة العامة؟ كل هذه العوامل يعني ما فيش سياسة نقدية واضحة من قبل المصرف المركزي. حرية الصكوك هذه المصدقة اللي هي أصبحت أرقام عالية جدا، والتي أغرت تجار العملة، يعني هو السبب الرئيسي إغراء تجار العملة بحجم الصكوك الآلي في التداول في شراء العملة. عدم وجود معلومات عن احتياطي النقدي، نحن نعرف أن ليبيا عندها احتياطي نقدي حوالي 33 مليار دولار حاليا من غير استثمارات بما تفضلت حضرتك في الخارج. كل هذه المعلومات مغيبة، وهذا السبب الرئيسي اللي خلى ارتفاع الدولار وخلى تجار العملة هم اللي يتحكموا في السوق. يعني لاحظ احنا كل يوم يزيد السعر بدون وجود أي حل، بدون وجود أي ردة فعل من المصرفي المركزي، من وزارة المالية، من ديوان المحاسبة، كل هذه جهات مسؤولة. طيب سيد الأزرق، ما مدى خطورة مبادلة الدولار الأمريكي بصكوك مصدقة؟ طبعا هذه عملية خطيرة جدا، حتؤدي لانهيار الاقتصاد الليبي، حتؤدي لانهيار العملة. يعني احنا نشوفه الآن الدولار أعتقد اليوم سيد الأزرق لو سمحت بتفاصيل دقيقة، ربما لأن العديد من المشاهدين غير مختصين في علم الاقتصاد حتى تكون الصورة واضحة للجميع. يعني هي المشكلة الأساسية، المشكلة هي مشكلة سيولة. كويس، في هناك من رجال الأعمال ومن لديهم أموال موجودة في المصارف، فهو عنده صعوبة في استخراج هذه الأموال من المصارف. ناهيك عن لربما تكون حتى العملة اللي خسرت المصارف، لربما تكون العملة اللي هي طبعت بخارج ليبيا وبدون وجود ضمانات لها. فبالتالي العملية تكمن خطورتها في تحويل العملة غير رسمية أو عملة غير مقومة بوحدات النقد وبغطاء لها بتحويلها إلى دولار. يعني هو عنده عملة لا تساوي قيمة ودعت في هذه الحسابات، حولت العملة من عملة ورقية إلى صك مصدق، وحول صك مصدق إلى دولار. ملخص هذه العملية أنه هو حول هذه العملة إلى عملة حية وهي عملة الدولار، وبالتالي هو ادفع سعر عالي. يعني لو كان سعر التداول في سوق السوداء بسبعة دينار، هو قال أنا نشري بالدولار بعشرة، أغلى التجار هنا، وفي المقابل هو حول ورق إلى عملة صعبة إلى دولار، لربما يطلع خارج البلد، لربما إعادة بيعها مرة أخرى لغرض حصول على السيولة. يعني هو في النهاية استنزف الرصيد من 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 العملة الصعبة، حصل على دولار بكل سهولة مقابل ورق، مقابل صكوك لا قيمة لها، حصل على عملة. في الحقيقة مصرف ليبيا المركزي بعد هذه العملية التي حدثت كانت في الأسبوع الماضي أصدر قرار، وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح وخطوة تدل على أنه هو لمتابعة الموضوع، أصدر قرار برفع الحد أو تخفيض الحد الأدنى للصكوك بقيمة 10,000 دينار. طبعا الصكوك هذه للأسف كانت كلها من مصرف التجارة والتنمية، فأصدر المصرف قرار، لاحظ أن كل الصكوك
حترجع لغرفة المقاصر بمصرفيها المركزي، فلاحظ مصرف ليبيا وجود مصدقة بقيمة عالية جدا في حركة غير عادية، فحاول إيقافها ولكن أدت إلى ندرة وتقلة الدولار من السوق السوداء. طبعا إضافة إلى أن بعض الإجراءات الأخرى اللي هي إقفال السوق وغيرها أي أيضا أدت إلى ارتفاع هذا السعر. فهناك مجموعة من العوامل. نعم. وجود سعرين لازال، وهذه مشكلة تحمل مسؤوليتها مصرف ليبيا المركزي، اعتمادات تفتح بدينار و40 والسعر الآن يتجاوز 8، هتكون هذه تساعد جميع من لديه اعتمادات أنه هو يتلاعب بعملية السعر. طيب سيد الأزرق، فقط اختصارا للموضوع ولتصل أكثر فائدة للمشاهد، كيف تقيم أداء المؤسسات مؤسسات الدولة بالسياستين المالية والنقدية في ظل أو إن أخذنا في الاعتبار أن أغلب تجار العملة في السوق السوداء هم مستفيدون من الاعتمادات المستندية التي يقدمها المصرف المركزي؟ طبعا ما فيش لا سياسة نقدية لا سياسة مالية، ما في شيء، لا المسؤولين يسمعوا ولا يتبعوا في القانون ولا يتخذوا في الإجراءات. يعني السياسة المالية الآن معطلة جدا، يعني وتمثل في وزارة المالية السياسة النقدية، عدم وجود متابعة من مصرف ليبيا المركزي، عدم وجود حلول. يعني الأزمة الآن تجاوزت سنة. طيب بعجالة، كيف ترى الحل لهذه الأزمة في مجموعة نقاط؟ أرجو أن يكون الإجابة باختصار. والله الحل الأساسي لابد من تكاتف كل الجهات، لابد من مصرف، لا يمكن يعني حتى نحمل على مصرف ليبيا المركزي، لا يستطيع المصرف حل المشكلة ولا وزارة الاقتصاد ولا المالية، لابد من تكاتف كل هذه الجهات، وزارة الاقتصاد والمالية، مصرف ليبيا المركزي، ديوان المحاسبة، الضرائب، الرسوم الجمركية، لابد من وضع خطة لحل هذه الأزمة. نحن الآن ليش في أزمة؟ لابد من هذه الأجهزة مجتمعة وضع خطة رقابة على الاعتمادات، رقابة على أسعار الصرف، رقابة على. طيب سيد الأزرق، المصرف المركزي قد خصص $400 لأفراد كل عائلة، ما مدى مساهمة هذا الإجراء في توفر العملة الأجنبية وكذلك انخفاض سعر صرفها في السوق الموازي؟ إجراء $400 أسف لن يؤثر شيء في السوق. يعني هي عملية معقدة، أنت تشري $400 هنا وتأخذهم برا ليبيا، وهذا من الصعب، لا يستطيع كل مواطن في هذه الظروف هذه أنه هو يسافر، والقيمة محدودة، ما تجيش حتى حق إقامة وتذاكر سفر، وبدليل ما حلتش المشكلة في ظل $400 والدولار وصل 9. يعني حل لا يعني شيء. يعني كنا نتوقع ان تسهيل الاجراءات، كنا نتوقع ان هي ممكن تساهم في حل المشكله، بالعكس هي زادت المشكله. يعني ما لم تؤثر في السوق، ناهيك عن ان معظم المصارف ما فيما عدا مصرف امان تقريبا لحد الان لم تبدا فعليا في صرفها، وصرفها يحتاج الى وقت واوراق ومواطن من الصعوبة. نعم السيد، فبالتالي لم تؤدي إلى أي حل للمشكلة. نعم السيد أسامة الأزرق، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة طرابلس، كنت معنا حول معضلة ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي، شكرا جزيلا لك على ما أفدتنا به. والآن إلى جولة سريعة في أحوال الطقس.
تكتمل نشرة مشاهدينا التذكير بأبرز عناوينها. تقدم لقوات الثوار بالجنوب الليبي واشتباكات بين وما بين ميليشيات بالنيل، والأخيرة تنسحب من بعض تمركزاتها. مفتي الديار الليبية يدعو لنصرة وإنقاذ المحاصرين في مدينة بنغازي. عقيلة صالح يؤكد أن المجلس الرئاسي لا قيمة له ولن تعطى له الثقة حتى يوافق على شروط البرلمان. وفي السابع أيضا، في بلدية غريان احتفال بمناسبة اليوم العالمي لأطفال التوحد. ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لكم على طيب وحسن المتابعة، نلقاكم في موعد إخباري لاحق، إلى اللقاء.